السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. موضوع اليوم هيكون عطل بسيط جدا جدا جدا، ولكن محتاج تركيز فوق ما اي حد يتخيل. انا هتكلم معاك غسالة 8 كيلو توشيبا باب علوي او تحميل علوي او باب فوق زي ما سموها، ولكن انا كفني مبتدئ عاوز دلوقتي ان انا اتعامل اي منتج لسه معايا جديد، انا اتعامل معاه بكل حساسية وكل بساطة. لو انا لسه جديد في المهنة او انا لسه بتعلم جديد او حتى لو انا قديم في المهنة، مش عيب لما اتعلم الحاجة او اصور الحاجة اللي قدامي او اسجل او اشوف حلت ايه وارتبها قدامي، حلت مثلا المسمار الاولي ده، المسمار التاني، المسمار التالت، وابدأ اسدد شغلي واحدة واحدة حتى لما اجي ارجع بعد كده اعرف انا عملت ايه وميبقاش عندي عيوب كتيره في شغل كتير. تعالى مع بعضنا هنشغل غساله ونشوف حاجه معينه ايه اللي بيحصل. طبعا الغساله ديت متكلف عليها مبلغ وقدره، ولكن الموضوع مش موضوع المبلغ وقدره، ولكن الفني اللي اشتغل فيها عمل حاجه بسيطه جدا جدا اللي بموازين غساله خالص. تعالى مع بعضنا ونشوف. انا بالطبيعي لان هشغل غسالة الاوف وشغل غسالة وشغل خالص، الغسالة تلف معايا لفة يمين ولفة شمال ما بتلفش. خلاص تعالى نرجع ونبص على الطنبورة من جوه عامل ايه، هنبص على السية مع بعضنا ونشوف. شغل غسالة يا لولو. لا مش من هنا، اول بقولك ما تتكش استوى دلوقتي، ما يغسل عليه. طيب شغل كده يا زياد، افصل يا زياد وشغل تاني. شغل، افصل يا زياد وشغل تاني. شغل، ها شفتوا الوضع قدامكم؟ الموتور عاوز يلف في اتجاه ما بيلفش، ويلف في اتجاه التاني بالغصب، واللف في الاتجاه التاني بيلف كويس والاتجاه ده بالغصب مش عارف يلف. انا اتكلمت قبل كده عن موضوع الغساله ديت وعملت عنه فيديوهات وتست مود بتاعها وكل حاجه بتاعها. تعالى اقول لكم الحل فين بالظبط، وحل بسيط وسهل جدا 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 اخليك تعرفه في ثواني. تعالى مع بعضنا ونشوف. تعالى يا زياد نايم الغساله ديت. نايمها كده، تعالى كده نايمها العكس. دي الغسالة قدامكم بعد ما نامت وكثفها كل حاجة. لو احنا فكينا السير الخاص بالغسالة هنلاقي الموتور بيلف لفة يمين ولفة شمال عادي، ما فيش اي مشكلة خالص ولا في اي حاجة. الفن اللي اشتغل في الغسالة عامل مشكلة بسيطة جدا جدا جدا، ولكن لها حل بإذن الله. حل الجزء ده وده كده يا زياد، هنحل الوش ده وهنشوف مع بعضنا ايه اللي هيحصل وايه العمل اللي هيحصل عشان الفني يبقى عنده خلفيه ايه بالظبط. وانا عندي رساله بقدمها لبعض الفنيين، انا لما اجي احل حاجه احل يا جماعه، مش عيب لما اكتب او اسجل او اعمل فيديو او اصور حاجه اللي بحلها، حليت فين وعملت ايه بالظبط، ما هوش غلط ولا عيب. الغلط والعيب اللي الشغله تطلع من عندي ويبقى فيها مشكله وانا مش عارف ان احلها او احل المشكله بتاعتها. ولكن تعالى مع بعضنا خطوه بخطوه هنحل وهنشوف هنعمل ايه بالظبط. حلينا دلوقتي وهنحل السير وهنشوف الغساله هتشتغل معانا ولا لا. خلي يا زياد عكسي يا زياد، سيب بس كده. الموتور بيلف اتجاه يمين وشمال مفيش اي مشكلة فيه. تعالى هنا الطنبورة تلف الاتجاه اليمين الشمال كويس، اليمين لا،
الحلة كلها بتلف وتقيلة. إذا عندي في مشكلة، المشكلة فين هنا؟ هنشوف مع بعضنا، هنحل الطنبورة دي ونشوف. 13 15 14 هنحل الطنبورة دي وهنشوف يا جماعة العيب فين بالظبط، عشان تبقوا معايا خطوة بخطوة وتشوفوا الموضوع معاكم وأنا بعالجه وبشوفه وبنكشف العيب فين بالظبط مع بعض. هنحل اهو، هات مفك جي ام طويل يا زياد، مفك جي ام طويل. اقول لك عشان نحل محتاجين هنعمل قرصة من هنا عشان تجي في الجزء ده عشان خاطر تحل معانا بكل سهوله. هنجيب المفك هنا، يلا حل. حل ده معانا. بعد ما حلينا هنشوف ما بتلفش ليه، بتلف اتجاه الشمال ويمين؟ لا، لقينا التراس اللي راكب مظبوط ما فيهوش اي حاجه خالص والعمل كله مظبوط. التراس له اتجاه، وعشان الفن يعرف اتجاه التراس بتاع الغساله المظبوط هسيبه لكم في اخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي التراس وازاي بتشتغل غساله. ولكن لقيت عندي عيب تاني، وهو العيب الخاص بالفرامل دي والنظام بتاعها والرجلاش بتاعها هو اللي فيه المشكله. لان المفروض عشان الغساله تلف معايا يمين وشمال السوسه دي بتاجي هي كده سنه، مش كده يا زياد الموبايل؟ خليكم معايا عشان تشوفوا، خلي ايدك على الترس عشان تشوفوا الغساله بتلف يمين وشمال. لو انا جيت هنا بتلف معايا الاتجاه الشمال حلو، اليمين لا. هجيب التوس ده بايديا كده سنه، شايفين؟ لف معايا اهو. اذا عندي اصلا الفرامل ديت مش واصله هنا، مش واصله، شايفين؟ مش واصله، بتحك من على الطرق بس كده. الغساله تلف معايا اتجاه يمين وشمال بكل حلاوه. عشان اوضح لكم اليمين والشمال بتاعها بكل بساطه وبكل شيء عشان تخلوا بالكم منها، هركب المسمار ده تاني. ونخلي بالنا جدا يا جماعه واحنا بنركب الحاجات ديت عشان ما تبص مننا حاجه وتعمل معانا مشاكل فيما بعد. بعد ما ركبنا كده يمين مفيش، لما هجيب التراس ده، هات كده ايديا من جوه كده يا زياد، لما هجيب التراس ده سنه الناحيه دي، شايفين ايديا؟ هتلف معايا، شايفين؟ هات يا زياد الطنبوره اهي، يمين وشمال. اذا عندي في مشكله في الميزان الخاص بالجرابوكس. شيكت على التراس بتاعها لقيتها مظبوط، كل حاجه مظبوطه 100%. هنظبط الجرابوكس وهنشوف هنظبطه ازاي مع بعضنا، لان ده جديد اصلا وراكب ما بقالوش حتى غسلتين ثلاثه، والعميل جه اشتكى من الموضوع ده كله، والفني اللي بيركب وخلاص. احنا هنظبط على حالنا وهنظبط شغلنا وهنشوف هنعمل ايه بالظبط خطوه بخطوه مع بعض، وهنشوف وهنعالج الموضوع ازاي ونبقى مع بعض. عشان اشغل الجرابوكس ده واعالج النظام بتاعه، الفني هو بيركب عمل غلطه بسيطه قوي قوي يا جماعه، يعني اتمنى ان كل الفنيين ما تقعش فيها. وهو جه على الدراع ده، قرب هنا يا زياد الكاميرا، جه على الدراع ده واتنى منه. الموضوع كله يا جماعه بص مش محتاج حاجه، شايفين الوضع اهو، خلاص الغساله لفت معايا يمين وشمال. الشداد عندي اهو، هشد الشداد اهو، طلع ايدك اهو، الشداد اهو هشد وهشغل الغساله هتلف معايا اللي هو الاتجاه العصر. واول ما هسيب الطنبوره بتاعتها، شايفين؟ شفت الوضع عامل ازاي؟ اللي عاوز يفهم الموضوع ده اهو هيرجع الفيديو القديم اللي موجود عندي على القناه اللي هسيبه لكم في اخر الفيديو، وانتوا هتشوفوه وهتعرفوا انا عملت ايه بالظبط والوضع ده ايه بالظبط. هو اتنى منه النظام ده اهو، الغساله اهي اتجاه يمين وشمال، شد الشداد بقى خلاص العطس شغال. سيب الشداد، الشداد عامل ايه؟ شغل غساله يمين وشمال. فانا كفني عاوز اتعلم حاجه او اشوف حاجه، ما هوش عيب لما انا ابدا اتابع الخطوات وابدا اشوف كل حاجه واصور او اسجل في ورقه واسجل الحاجات دي كلها. شايفين العطل بتاع الغساله كله واقف على ايه؟ واقف على
الدراع اللي بيجي في السوس ده عشان يفتح الاتجاه يمين وشمال او يفتح اتجاه العصر الغساله كان في مشكله او كان حد متك عليه او كان حد لاعب فيه. شوفوا اهو قدام اهو الغساله بتلف اهي يعني كده العصر شغال، لاني شلت الدراع اهو قدامكم اهو شايف ايديا اهو العصر شغال. طب انا هسيب ايديا هرجع تاني اعيد اهو هسيب ايديا اهو الف يمين اتجاه يمين هلف شمال اتجاه شمال. هقفل الغساله دلوقتي قدامكم وهركب السير وهنشوف الغساله وهي بتلف معانا اتجاه يمين واتجاه شمال مفيش اي مشكله خالص. ونخلي بالنا بالحاجات ديت واحنا شغالين فيها ونخلي بالنا في كل حاجه ونتابع كل حاجه في الغساله ومش عيب لما نسجل او نفهم او نتعلم ما هوش عيب. موضوع سهل وبسيط. هنوقف الفيديو بس عم نقفل. بعد ما قفلنا هنشغل الغساله يمين وشمال دلوقتي وهتشوفوا الوضع قدامكم. ادي اليمين وادي الشمال والغساله هتطلب ميه. خلاص؟ عيد تاني يا زياد. ادي اليمين وادي الشمال والغساله تطلب ميه. المشكله ديت كانت مشكله مزعجه العميل جدا 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 والعميل كان زعلان والعميل دافع عليها مبلغ وقدره وكان زعلان جدا 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 في الوضع ده. والحمد لله مع تسهيل ربنا الموضوع بسيط. حبيت بس ان انا اعرفكم الموضوع مش محتاج اللي انت تتعب نفسك ازيد من اللازم او انت عندك خلفيه لسه مبتدئ جديد. تابع قناه مختصون في التبادل المنزلي. تحياتي لكم جميعا. كان معاكم ابو العنين من قناه مختصون في التبادل المنزلي. هنشغل المراه خانيه وهنشوف. شغل يا زياد. ها؟ والغساله طلبت ميه. في امان الله وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.